حد من لجنة الحكام واحد بس هو اللي هيبقى مسؤول عننا النهارده. انا بعتقد كده ان احنا هنبقى في التيم بتاع اليسا. احنا هلا بمرحلة جديدة، موضوع فيه له شوية غموض، ما حد عارف ايش اللي بيصير. كل ما نسأل حدا بيقول لنا ما بعرف. بعتقد اكيد حدا من اللجنة بده يسمعنا. ما نعرفش مين جادج، ما نعرفش هنعمل ايه، المعلومات اللي عندنا بسيطة قوي. نستنى احنا يجي الوقت نشوفوا مين الكوتش بتاعنا. بس احنا مستعدين عامة ان شاء الله يعني لأي حد يجي.